ورش ديال انجاز خزان المائي ديال المنطقه ديال ولاد صالح. هو خزان مائي ديال تقريبا 9000 متر مكعب، والاستثمار ديالو تقريبا 22 مليون ديال الدرهم. هو هذا الخزان كيجي في واحد المنظومه لتقويه الشبكه ديال توزيع الماء الصالح للشرب، وتامين كذلك توزيع ديال الماء الصالح للشرب في المنطقه ديال ولاد صالح بوسكوره. اضافه الى هذا الخزان اللي حنا متواجدين فيه الان، تم انجاز واحد المنظومه ديال القنوات ديال توزيع ديال الماء الصالح للشرب، تقريبا يبلغ الطول ديالهم اكثر من 15 كيلومتر بواحد التكلفه ماليه ديال 40 مليون ديال الدرهم. كما كتشوفوا الورش راه في الاطوار الاخيره ديالو، حنا في تقريبا في 95% من تقدم الاشغال، وغيتم التسليم ديالو في بدايه السنه ديال 2021. هو هذا الخزان المائي ديال 9000 متر مكعب كيجي لتقويه المنظومه ديال تزويد المنطقه ديال ولاد صالح وبوسكوره بالماء الصالح للشرب. كما كتشوفوا في عين المكان كاين عندنا واحد الخزان متواجد اللي كان موجود في المنطقه، واللي بحكم التطور العمراني اللي كتعرف المنطقه الجماعه ديال بوسكوره والجماعه ديال ولاد صالح، هما من اهم التطورات العمرانيه اللي كتعرفها جهاز الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء ستات، كان كيلزم علينا باش نقويو القوه ديال تخزين المياه في المنطقه لتامين توزيع الماء الصالح للشرب.